البارح دخلت عينا لفعه واللفعه بوليداتها قتلنا ولادها جوج واللفعه باقا ما قتلناهاش باقا مقشيه. حل في الحبس هذا عندنا حبس ماشي ساكن. السلام عليكم. الله يجعل البركة في راسك سعادة العامل. والله يخليك لينا والله يطول لنا في عمرك. والله يرزقك تصرف. حتى واحد ما كيجي يشوفكم من المسؤولين. أنا شوفينا. ويجي لله. كنخاف أنا كنخاف عليك. ومسكينة أش غادير ما عندهاش بديل. ما عندي كي ندير بيه. كنخاف ولكن ما عندي كي ندير. أنا غادي نجيب لك معاك ما كانش تسكن عبيت واحد. كون كنت كون عندي ياتي سادة تجي بنتي تبارك معايا عندي بنتي تبارك عليكم. البارح دخلت عينا لفعة واللفعة بوليداتها قتلنا ولادها جوج واللفعة باقا ما قتلناهاش باقا مقشية وحنا داخل على با شروق حنا صرنا عايش مع با شروق دابا عايش معاه في البيت وراه بزاف علينا هذا الشيء وكنتمناو من الله ومن سيدنا الله ينصره ومن السيد العامل بغينا يشوف هذه الحالة. لا وتقول واحد كيجي تقول شعل فينا العافية وما كيجيوش شعلت العافية وموالي البون بقيت عطلو مندوبة والو المندوبة تعاون الوطني نقصوا من السلعة. انتم عايشين هادشي ما خطوش طي عليكم؟ لا كنخافوا كل نهار كان الا نعسنا الليلة 10 ايام كنبكيو فيها وما عرفت شنو نديروا فيها. عندنا ليلة بحال في الحبس هذا عندنا حبس ماشي ساكن. لا والو تديني الحبس نقول لك مشي هاد البصرة ولات بحال جهنم عاد ديانا. ما كنعتوش اخويا والعذاب والمشاكل وبو كنطلب لك انا اللي كنهضر معاك انا اصلا راه بنتي بطلت المغرب الحاله كي دايره هنايا ومكرفصين اسيدي مكرفصين في هذه الحاله تصور في الشتاء مكرفصين وفي الصيف كيخرج لنا الفاع واش بالماتو حنا في الزنقه نخليو محلاتو كنباتو في سطوان وراه ولينا كنباتو في الزنقه والصباح كنجيو ندخلوا لهذوك البيوت حيت ما عندناش البديل ما عندناش سكن من غير هذا السكن. وانا اللي كنهضر معاك بنتي راه بطلت المغرب في دوا الوردي الله يرحمها ويوسع عليها وسيدنا الله ينصرو قاوا مصيفطيه تعازي وتعازي عطاوها ليا خاويه وجيت شديت واحد البويت هنايا وجبرت المشاكل.